موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. لقي مواطن مصرعه وأصيب آخرون في أحداث قبلية اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين مواطني حي عترة بوت مدني ومواطني حي كومبو الجيرة. وقال شهود عيان أن الأحداث بدأت بمشكلة بين طالبتين فشل مدير المدرسة في حلها، وتطورت الأحداث لاحقا ما نجم عنها مصرع مواطن في هذه الأحداث وإصابة آخرين. نشرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قوات عسكرية مشتركة بصورة كبيرة في الشوارع الرئيسية بمدينة نيالا تمهيدا لتنفيذ قرارات الطوارئ الولائية التي أصدرتها حكومة الولاية لتعزيز الأمن. وقال والي الولاية موسى مهدي إن لجنة أمن الولاية أصدرت توجيهات للقوات العسكرية بتنفيذ أوامر الطوارئ المتعلقة بحمل السلاح الأبيض والمركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، داعيا المواطنين بضرورة توفيق أوضاعهم لأنه سيتم تنفيذ القرار على كل المواطنين والعسكريين دون استثناء حفاظا على سلامة المواطنين. رهنت لجنة أطباء مستشفى نيالا التعليمي بجنوب دارفور فك الإضراب الذي دخل يومه السابع بوفاء حكومة الولاية بتعهداتها، وذلك بتوفير الأمن والحماية للكوادر الطبية بجانب تحقيق العدالة. وعقدت لجنة الأطباء بمستشفى نيالا مؤتمرا صحفيا أمس لتوضيح ملابسات الإضراب، وحملت لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي موسى مهدي مسؤولية ذلك. وصف حزب الأمة القومي أداء المجلس المركزي للحرية والتغيير بالضعف، ولهذا السبب أقدمت اللجنة الفنية للقوى بتجميد المجلس المركزي للحرية والتغيير. ووجه الأمين العام للحزب الواثق البرير بحسب صحيفة السوداني انتقادات حادة للمجلس المركزي، واتهمه بالسعي لرسم خارطة لسودان ضعيف معاق موجه بالإملاءات الخارجية. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.